من غير كسوف اشتغلت مع الجميل طبعا محمد صبحي في المسرح. طبعا. بس احنا بنسمع يعني اشاعات كده بتقول ان هو ديكتاتور. دي حقيقه؟ دي ما هو بسمعش ايه؟ كلام حد جوه هو الشغل. مؤمن بديكتاتوريه التنفيذ وديمقراطيه الحوار، ولانه هو مخرج، انا بعتبر الاستاذ محمد صبحي طبعا من اعظم مخرجين الوطن العربي. يكفي فخرا انه عمل انت حر والمهزوز وتخاريف ومسرحيات انا اعتقد انها لو اتعرضت في برودواي كانت من المسرحيات اللي تفضل شغاله بال 30 سنه ولا 40 سنه، خصوصا الهمجي وانت حر، لانها افكارها افكار عالميه وانسانيه يتفرج عليها اي حد. بس هو لان بيبقى في دماغه التركيبه وفي دماغه شكل الضحك وشكل الموضوع، وهو المخرج، وهو بيبقى هو الاستاذ لين الرمل الله يرحمه لان انا اشتغلت معاهم هما الاثنين، بيبقى لهم تركيبه صعب جدا انك انت تبقى ايه تخش تبوظها لهم. فكان مش ديكتاتورية على قد ما هو بينفذ موضوع المجمل فيه انت جزء من الصورة ما انتش الصورة كلها.